اوكي الفيديو بتاعي، بس اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم وحياه لا اله الا الله، انا ما اعرف هو انتشر ازاي، ولا اعرف ده حصل اللي حصل ده ازاي. انا اصلا لحد وقتنا هذا وانا قاعده بكلمكم وطالعه لايف، انا موبايلي اللي انا طالعه، موبايلي اللي انا كنت بطلع منه لايفات متحرز في القضيه اللي انا كنت فيها، لسه حرز في النيابه، يعني انا تليفوني متحرز في النيابه. تمام، الفيديو ده انا معرفش هو انتشر ازاي وليه. تمام، الشخص اللي كان معايا في الفيديو ده مش زي ما الناس بتقول في الكومنتات، الولد اللي انا كنت بطلع معاه في الفيديوهات، ولا الولد اللي انا كنت بصور معاه ترندات. اقسم بالله العظيم انا ما بني ادمه مش كويسه، ولا بني ادمه تربيتي واخلاقي مش كويسه زي ما الناس بتقول، ولا الكلام ده خالص. انا بس طالعه ابرر حاجه واحده، انا كمان مش طالعه ابرر موقفي، بس انا طالعه احاول انقذ اللي باقي من كرامتي وسيرتي وسيره اهلي، لان هم ما لهمش ذنب في اي حاجه. انا الشخص اللي كان معايا في الفيديو كان جوزي على سنة الله ورسوله بشرع ربنا وحلال ربنا، ادي قسمت الجواز. تمام، في 2021 احنا اتجوزنا في 2021، وانا ما اعلنتش على السوشيال ميديا ان انا اتجوزت، علشان خاطر انا ما كنتش حابه حد يدخل في حياتي الشخصية، ما كنتش حابه اعرض الجواز. تمام، في 2021 احنا اتجوزنا في 2021، وانا ما اعلنتش على السوشيال ميديا ان انا اتجوزت، علشان خاطر انا ما كنتش حابه حد يدخل في حياتي الشخصيه، ما كنتش حابه اعرض حياتي الزوجيه زي ما حصل قبل كده واكرر اخطائي، كنت عايزه اعيش في حالي وفي حياتي. ما حصلش نصيب. فين اديني كده الموبايل بتاعك يا امي لو سمحتي، اديني تليفون. لا مش افتحي كده ثانيه واحده. بقيت التليفون ما حصلش بيني وبينه نصيب. تمام، و فين الواتساب؟ واتطلقنا، ادي قسمت الطلاق، اشهار طلاق. تمام، اتطلقت منه من سنه بالظبط، والفيديو ده انا معرفش عنه اي حاجة لحد ما شفته اليومين دول بعد الموقف والمشكلة اللي حصلت لي وتشاير. ماشي، بالنسبة للناس اللي بتقول ان هو الولد اللي كان بيطلع معايا، فانا بس حابة اوريكم حاجة، ادي صورتي، صار طبعا مش هقدر اعرض وشه، صورتي انا وهو، وادي الحزازة اللي في الفيديو في ايده اهي. ده كان جوزي، انا لو ولا برضو علي، فانا حاليا حياتي باظت، حياتي اتدمرت، فكمان تدين تدان. بعد اذنكم يا جماعه من فضلكم، الفيديو على قد ما تقدروا امنعوا انتشاره، وكفايه فضايح، كفايه فضايح ليا والاهل، عشان انا عندي ناس ملهاش ذنب، ملهاش ذنب في اخطائي او في اي حاجه، او في اي غفله انا كنت فيها. انا المحتوى اللي كان بيضايقكوا انا ما كنتش هطلع تاني، انتوا كده كده بعد اللايف ده مش هتشوفوني تاني. فانا بعد اذنكم كل اللي هقوله لكم، استروا ما ترون وما تسمعون عن عورات الاخرين، ليستر الله عورتكم يوم القيامه وفي الدنيا وفي الاخره. فاحتسبوني او ما تحتسبونيش، اعملوا حساب لاهاليكم، لستاتكم واهاليكم. تمام، الراجل ده كان جوزي، والراجل ده خلاص انا وهو ما بقاش بيني وبينه، فانا لا احب له اذى ولا مشاكل، ولا انا عايزه اتضرر اكتر ما انا اللي تضررت وانا اللي اتفضحت. معلش النت فصل. تمام، انا بس حابه اقول حاجه اخيره، انا قدمت بحضر، انا عملت محضر في كذا قناه وفي كذا صفحه، وفي حزبي الله ونعم الوكيل في اللي اتسرب بالفيديو ده من تليفوني، ولا اتسرب بالطريقه البشعه دي. ف انا عملت محضر في كذا قناه وفي كذا صفحه، وفي حزبي الله ونعم الوكيل في اللي اتسرب بالفيديو ده من تليفوني، ولا
اتسرب بالطريقه البشعه دي. ف انا كده كده قدمت واحده فواحس الانترنت وانا مش ساكته، انا عملت بلاغات كتير جدا. فلو سمحتوا لو سمحتوا، عشان ما حدش يتاذي وعلى عشان انتوا ما تاذونيش، انا اكتر من كده، انا سواء انا واهلي، انا كده كده واثقه في القضاء انه هيجيب لي حقي، وان على الاقل يحصل اي حاجه تنصفني. فانا دلوقتي هتابع مشكلتي مع القضاء، مش اكتر من كده. شكرا شكرا اللي انتوا سمعتوني، وبجد كفايه فضايح عشان خاطر ربنا. وجي كده انا مش هعرف حتى اطلع ان انا اقدر اظهر تاني على السوشيال ميديا، ولا هتشوفوني تاني في اي حته. فيا ريت يا ريت يا ريت كيف على السوشيال ميديا، ولا هتشوفوني تاني في اي حته. فيا ريت يا ريت يا ريت، كفايه ترندات على اسمي، كفايه ناس تطلع تشهر بيا وتتكلم وتتريق، وكفايه فضايح كفايه فضايح. ولو سمحتوا لازم الناس كلها تعرف اللي شهرت الفيديو واللي اتفرجت على الفيديو الحقيقه، تعرف ان انا مش واحده كنت بزني ولا كنت بعمل حاجه حرام. فارحموا ترحموا، ولو سمحتوا شيروا اللايف ده عشان الناس تعرف الحقيقه، وان الراجل ده كان جوزي على سنه الله ورسوله، وان انا مش خطاءه ومش زانيه زي ما الناس بتقول. لا دي حصص اهي، الاسيمه اهي تمام. ثانيه واحده برضو تاني، بس عشان الصوره بتاعت الحزازه بس، ما تفتكروش ان انا اهي اهي الصوره بتاعت نفس الدقن نفس كل حاجه، وادي الحزازه اللي كانت في الفيديو تمام. شكرا، باي باي.